ولمزيد من التفاصيل يسعدنا أن تكون اليوم معنا بالاستديو الأستاذة حصة العيار، مدير إدارة رواد الأعمال بوزارة الدولة لشؤون الشباب. صباح الخير حصة. صباح نور، هلا فيك. صباح الخير بالخير، صباح النور، يا مرحبا العالم هذا الصباح. هلا فيك. خلينا نعرف بداية خطة وزارة الدولة لشؤون الشباب نحو المشاريع الرائدة أو الصغيرة. احنا خلينا نبدي الفعاليات شنو؟ احنا أمس بدينا، انطلقنا مع سمو الأمير تحت رعاية سمو الأمير في كويت عاصمة الشباب، كان الافتتاح أمس، وأول فعالية كانت اللقاء المفتوح مع الوزراء العرب. بكرة إن شاء الله انطلاق أول ملتقى في ريادة الأعمال تحت شعار تحسين خيار ريادة الأعمال بإذن الله لمدة 3 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة. من خلالها راح نروج أو مو راح نحسن خيار ومفهوم ريادة الأعمال بالكويت. اليوم الكل قاعد يتكلم عن ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، بس ما هي ريادة الأعمال وما هي المشاريع الصغيرة بالضبط، وشون تساعد الاقتصاد، وشون في ترند اليوم قاعد يصير، وفي مثل خلينا نقول موضة المشاريع الصغيرة. فمن خلال الملتقى راح نحسن هذا المفهوم والخيار بالكويت بإذن الله. نعم، يعني شنو هي السبل اللي أنتم توجهون خلالها الشباب يعني عشان تأخذون بإيدهم وتوجهونهم إلى عمل المشروعات الصغيرة؟ احنا اليوم من خلال الوزارة، انت عارفة الوزارة غير تنفيذية، فاليوم احنا عندنا الجيتوي الوحيد او المفتاح الوحيد او الباب الوحيد مع شباب المبادرات، من خلال المبادرات اللي تم تقديمها من خلال المبادرة الشباب او القطاع الخاص. فاحنا تقريبا صارنا 3 سنين قاعد نحاول، عندنا هدفين. اول هدف ان احنا ندرب الشباب ونوعي الشباب ما هي المشاريع الصغيرة وما هو السلوك وراء المشاريع الصغيرة. احنا نقول مشاريع صغيرة في سلوك وراه، مو كل واحد فتح له مشروع وقاعد هو مشروع صغير. ليش تسمى المشروع الصغير اليوم قوة اقتصادية بديلة؟ فهالهدفين، الواحد الإعلامي، الثاني الوعي الشباب من خلال المبادرات الشبابية. عندنا تقريبا 200 مبادرة تم دعمها من خلال الوزارة. أول واحدة كانت مشروع روادنا مع الثانوية، وأين الشباب، ما هي الريادة وما هي المشروع الصغير. دخلوا كورس تقريبا أو كوتشنج 4 أشهر مع مدرب معتمد من شركة PwC، فتدربهم وعلمهم شون يسال يورسيلف، شون يبتش يورسيلف، شون أنت تسوق حق نفسك، شون تبني مشروعك من الألف إلى الياء، وإذا عندك فكرة شون تقدر تطورها. جميل. طيب إحنا لما نقول المشاريع الصغيرة، هل هي صغيرة برأس مالها؟ تفرق عن المتوسطة، هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا لما تقولون مثلا إحنا بنوجه الشباب أو نأخذهم إلى طريق الريادة في هذه المشاريع، شو اللي قاعد يقول لهم إياه؟ هل هو يعني إحنا مجرد إحنا قاعد نشوف وايد مشاريع صغيرة قاعد تصير، هل هي تسمى صغيرة؟ كانت قاعد تكون في المعارض، قاعد تكون إلى آخر من هالأشياء، لكن إحنا قاعد نتكلم عن خطة تنمية للبلد إن شاء الله في المستقبل. فهل هناك في مقترحات لبدال نكون مثلا بلد مستهلك نكون مثلا بلد مصنع؟ اخوي انت الحين اعطيتني 5 أسئلة وايد. اول سؤال، نبدي باول سؤال، شنو تعريف المشروع الصغير والمتوسط؟ للامانه عالميا اتس ديبيتبل، يعني مفتوح للنقاش. ما في القانون الكويتي اليوم بالصندوق يقول راس مال والعماله، في واجد دراسات مالها تعريف. جميل. انا اعتقد اتس ذا بزنس اونر اللي ماسك على البزنس، اللي ماسك البزنس وهو ماله في عماله، بس هي مو بالراس مال ولا في العماله، هي مفتوحه للنقاش. يعني في واجد مشاريع بالدوله نسميها مشاريع صغيره، بس اليوم انا ودي يعني افرق الشيء، المشروع صغير غير مشروع المنزلي غير. مو كل واحد حط له بوث هو مشروع صغير. جميل. ومو كل واحد باع له هو مشروع صغير. فنروح حق سؤال ثالث اللي هو شلون يساعد اقتصاديا. اليوم بالاقتصاد يعني لو تفتح الماركت كله في واجد اقتصادات وفي واجد ماركت في واجد، بس انا اسمي المشروع الصغير عقب ما انهار الاقتصاد ب 2007 و2008 مثل كوشاية، لما تفسخ كل شيء فهي كوشاية، الاقتصاد طاح عليها، هي صغار صغار فتشيلك. انت لو تفكر فيها، عندك بلاتفورم وشلته وفي كوشايات، تشوف فهو شالك، حماك، ما حماك بالكلمة بس هو حماك، حلو، ريحك، إنه مكان توسد عليه، توسد عليه، حلو. بس هو مو معناته هو الأفضل ولا الأحسن ولا الأسوأ، هو اقتصاد من الاقتصادات الموجودة، من العوامل اللي موجودة، هو شيء مهم
مثل التأمين مهم، التمويل مهم. يعني احنا لو بنتكلم مثلا على سبيل المثال على اليابان، اليابان تعتمد اقتصادها تقريبا 70-80% على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن هي كبلد مصدر. صحيح. احنا بلد مستورد. فهل احنا نطمح لهذا الوصول او من خلال مؤتمراتكم ودوراتكم؟ ان شاء الله. يعني هذا احنا يعني هذا شيء واجد مبكر نقول عنه، بس اليوم انا اقول اهم عامل نقدر نشتغل عليه وعي الشباب. ليش تفتح مشروع صغير؟ وليش ليش ليش تعطي البلد؟ وليش نغير هذا المفهوم؟ اليوم يعني اعطيك مثال، قبل تقريبا شهرين كنا في معرض، في واحد قاعد يسوي خشب، يشتغل على الخشب، فقلنا ليش ما تفتح مشروعك يعني؟ قال ليش؟ لا، يقول الخشب الكويت يحرقونه، يقطونه ويحرقونه، فبدل ما الدولة تحرقه أنا أشتغل عليه أكواب وأشتغل عليه صحون وأشتغل عليه، فهو حرفة من حرفة إلى مشروع. فهذا اللي إحنا نبيه اليوم، بدل ما تصير هذه نفايات فهو أخذ النفايات غيرها وباعها. زين، شنو دور يعني وزارة الشباب في أن طريقة توجيه الشباب ويأخذون بإيده الطريق الصحيح بأنه يكون مشروع صغير؟ احنا اليوم مثل ما قلت لك في وزارة الشباب عندنا المبادرات قاعد نشتغل عليها، فالمبادرات ترى يعني بحارتي نقدر نشتغل فيه. قاعد نشتغل مع القطاع الخاص، يدخل في مدارس مثل ما قلت لك اول حديثنا، قاعد نشتغل مع القطاع الخاص ان احنا نوجه شباب الثانوية. فعندنا اعمار سيجمنتس، عندنا الثانوية، عندنا اللي متخرج، عندنا اوريدي فاتح مشروعه. يعني احنا تقريبا اسبوع اللي طاف كان عندنا مبادرة مع أول حاضنة كويتية مرخصة كيوبيكلز، تم تخريج 24 صاحب مشروع صغير، وتقريبا 4 منهم دشوا الصندوق في التمويل، 3 منهم لقوا لهم مستثمرين. فهذا اللي احنا قاعدين غير مباشر. نعم. يعني بعد ما يتخرجون حصة يعني شنو إمكانية للانتقال؟ احنا يبدون بالكويت، هل في مجال ينتقلوا مثلا المستوى الخليجي العربي، او انه بس انتم تمسكون اول الخيط وهم ينطلقون؟ هو احنا اليوم يعني في القيادة العليا امس مع الوزير كان في الحلقة النقاشية احنا شلون واحد الاستراتيجية في اول. نعم. شيء في مجلس التعاون، بعدها الى العربي. انت عارفة شوية يعني في واجد مجالات الكويتي بالخليجي يتعامل ككويتي، أهم نفس الشيء الكويتي في دبي. فأنت اليوم مفتوحة هل هنقول الطرق والقوانين، فهاي البداية. فإحنا خلنا نفتح شوية من بعدها ننطلق إن شاء الله. نعم. إلى العالمية إن شاء الله. أستاذة حصة، يمكن أنا عندي نقطة، يمكن تكلمتي عن الشباب، شباب الثانوية أو طيب إحنا عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا ناس كانوا مخترعين وشفناهم وخذوا براءات اختراع، ما يتم دعمهم من قبلكم وهم يطورون وتحددون لهم مثلا مكان معين يطورون هذه الاختراعات ومن ثم ايضا توصل للعالمين مثل ما وصلوا هم طبعا في مجهودهم، لكن نبي ايضا حاليا مساعده وزاره الشباب كمخترعين. احنا عندنا مذكره تفاهم مع مركز سماحه الاحمد للابداع، فاليوم اي شيء يعني احنا اليوم المذكرات التفاهم هذه تسرع التعامل بيننا او الكوميونيكيشن بين التواصل بين هالهيئات. فاي يعني اي احد اليوم اي احد يدخل علينا في الوزاره يسال اي سؤال ما راح يطلع فاضي. يعني احنا موجودين وعندنا خط ساخن 134-134 يقدر يتصل على الوزاره، فاي واحد عنده سؤال نقدر نوجهه في الطريق الصحيح. بس اليوم لازم نذكر هالشيء، احنا وزاره غير تنفيذيه، فاحنا there's يعني ما تقدرون تتبنون هؤلاء المختلفين الى حد ما. لا، ما بي احد يستخدم هذا الشيء ضدي. لا ان شاء الله. لا، احنا اليوم بالقانون وبالمرسوم احنا غير تنفيذيين، بس قاعد نتعاون مع هيئات معنيه في هذا الموضوع. اليوم من خلال مذكرات التفاهم قاعد نسهل هذه الامور حق الشباب. مثل ما قلت لك اليوم مركز صباح الاحمد قاعد نشتغل مع فاب لاب اللي بالقادسيه تحتهم، فهذه كلها حق المخترعين في السيجمنت اللي انت ذكرته. نعم. اتوقع كلمه اخيره حصه توجهينها للشباب اللي يرغب الانضمام او يعني يشاركون في الوركشوبس او الايفنتس اللي قاعد تسوونها. عندنا ان شاء الله بكره باذن الله انطلاقه اول ملتقى لوزاره الشباب في رياده الاعمال تحت شعار تحسين خيار رياده الاعمال، الاربعاء والخميس والجمعه. عندنا 4 وركشوبس، يوم الخميس 2 ويوم الجمعه 2. عندنا برنامج اعاده الهيكله، وعندنا دكتوره فاطمه السالم، دكتوره منال الحساوي، ومارينا اف ام تقدم الرياده والاعلام. نعم. نشكرك حصة جدا على يعني حوارك معنا.
ونتمنى دائما يعني دعمكم هذا المتواصل للشباب الطموحين ان شاء الله. نحاول باذن الله. مشكورين وما قصرتوا. شكرا لكم. شكرا لنا مشاهدينا. كانت معنا مديره اداره رواد الاعمال بوزاره الشباب لشؤون الشباب حصه العيار. ننتقل الى موضوع اخر، وايضا في اطار دعم الشباب نظم